ظافر مرحبا بك على ارب سبور. ظافر العابدين ممثل تونسي ولاعب سابق للترجي التونسي، مرحبا بك. يعيشك وبيك انت. ظافر نشوفك اليوم في احتفال قامت به الترجي التونسي بالبطوله العربيه وتكريم بعديد الجوارات وعديد الممثلين منهم انت ظافر. كيف شفت الاحتفال هذايا والنظام اللي صار اليوم؟ والله انا فرحان موجود مع عائله الترجي، قعدت بعيد فتره طويله خاطر خدمتي يعني في التمثيل وبعيد على تونس، لكن اول ما جيت لهنا حسيت روحي كما كنت قبل مع عديد 12 سنة مع فريق الترجي التونسي. لقيت أصحاب، لقيت دي سوفنير حلوين برشا، وسعيد جدا بالتكريم من هيئة مدير الترجي التونسي ولفتة حلوة، والحمد لله يعني كما قبل كما توا الترجي ألقاب وآخرها البطولة العربية وإن شاء الله الكوب دافريك. ظافر كي تشوف الاحتفالات هذه وانت كنت لاعب سابق للترجي التونسي، حتى كان لعبت فتره صغيره، يرجع بك الزمان التالي شويه هكا، كيفاش تتذكر شنو احساسك؟ يرجع. فما برشا ناس نعرفهم يعني قعدت فتره صغيره ما شفتهمش، لكن مازالوا يعني في الجمعيه، وذكريات اكيد ذكريات عديده 12 سنه ففتره طويله، وكان كيما نقولوا الحلم الاول نتاعي يعني نكون لاعب كره قدم. فلا ذكريات حلوين وتجربه كانت نافعه جدا يعني بالنسبه لي اللي عاونتني في مسيرتي بعد المهنية. أكيد ظافر العديد من الجمهور التونسي يعرف ظافر العابدين ممثل، لكن ما يعرفوش كونه كان لعب في ترجي تونس. كانت خلنا سنين البوست متاعك في ترجي، وشنو تتذكر من اللاعبين اللي لعبت معاه؟ كنت نلعب في الأكس، نلعب ستوبر والليبيرو، لعبت مع العديد من اللاعبين، المرحوم هادي برخيصة، طارق ثابت، عيد الحمروني، مكرم كريدان، بالحسن العلوي، نوف الارميجي، طارق ثابت، أحمد لرياني، مكرم دبوب بيلعب الجول دونك لا فما العديد من اللاعبين، وبعد لعبت ترجي جرجيسي لمده موسم في القسم الوطني وترجي الترجي، وبعد ظروف ما واتتش باش نكمل بطلت الكره عندي 23 سنه. نشوف الترجي التونسي كونه قادم على تشامبيونز ليغ والبطوله التونسيه بالستاف هذايا اللي موجود باللاعبين الموجود، كيفاش تشوف مردود الترجي التونسي اللي جاي ان شاء الله؟ والله مردود انا الحمد لله البطوله العربيه يعني خذوا اللقب في البطوله العربيه، اظن عندهم بيريود تو باش يحضروا وان شاء الله موفقين، يعني اكيد ان شاء الله موفقين. فريق شاب كلهم يعني لاعبين حلوين برشا، دي جون يعرف ليكيب ناسيونال، دونك فما فريق حلو ان شاء الله ربي يوفقهم. ظافر مقيم بمصر وترجي باش تلعب ضد الاهلي المصري. انا مقيم في لندن. في لندن ومصر. مصر يعني بيريود نعدي 5 أشهر 6 أشهر في لندن و6 أشهر في مصر بين الاثنين. ترجي باش تلعب ضد الاهلي المصري، مش موجود في مصر؟ لا انا عندي تصوير في المغرب، كان كنت في مصر اكيد راني رحت تفرجت. شكرا ليك. شكرا.